خلينا نروح لدكتور أميرة. طبعا ببارك لك على ده، اهلا وسهلا. وحن وبنسعد بالمرأة المصرية كمان، وخلينا كده يعني انحاز طبعا للمرأة المصرية والجوائز اللي بتحققها المرأة المصرية في كل المجالات. طبعا يعني انت بتشتغلي ضمن فريق بحثي كامل، عايز اسالك ازاي تم اختيارك وكواليس الاختيار ده والبحث اللي كنت شغاله عليه؟ كواليس الاختيار، عايزه اقول لحضرتك الاول اعرفك على نبذة كده عن الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP. ASCP دي أحد المنظمات العالمية إن هي بيرشح فيها سنويا لعلماء جائزة نوبل. احنا مش بس ممبر، أو أنا مش ممبر بس في ASCP، أنا كمان ممبر في ESR، كانت ممبر فيها قبل ما أوصل ASCP. دي برضو لو ASCP السنة دي بتحتفل بالمئوية إن هي 100 سنة على إنشائها، ده ESR كمان اللي هي الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان بتحتفل في 115 سنة على تأسيسها. الجمعيتين دول من الناس التوب اللي هي بتأهل أو بترشح علماء نوبل. لما نيجي نقول لحضرتك الجمعيات دي بتختار ناس فوري أند فوري 40 شخص في سنويا تحت سن الـ40 عشان تأهلهم بس تبقى علماء، هي شايفة فيهم كده إن هم علماء قادة المستقبل. مش بس بتأهلهم علماء المستقبل، لأ، دي بتديهم قاعدات قادة لعلماء المستقبل. هنيجي نقول لك ان هي كريتيريا كتير جدا، ودي اكيد استاذنا دكتور احمد لعب علينا فيها من زمان، ان ازاي نأهل نفسنا ان انا اكون ليدر. يكون عندكم المواصفات ومعايير، المواصفات والمعايير. يعني فور اكزامبل احنا مش بنلعب على ان احنا تبقى ابحاثنا يونيك زي ما حضرتك شرحت. موضوع البحث ايه دكتور اميره اللي تم اختيارك علشان؟ مش موضوع بحث، دي موضوع قياده. احنا اوريدي بننشر فيهم سنويا ابحاث كتير برضو على الجينوثيرابي، مش موضوع بعينه. دي بالنسبه لهم، بالنسبه لي ليهم، دي ثالث جايزه اسمي اتحط عليهم. فعندنا في الجمعيه دي احنا شغالين باي دي مش باسم. يعني اي دي، فلما انضميت ليهم ممبر سنه 2018، سنه 2019 خدت اسمي حط على جايزه افضل بحث انترناشونال، سنه 2020 خدت برده جايزه اكسلنت مانجمنت. والجايزه دي اكسلنت مانجمنت ممبر بتاخد واحد على مستوى العالم في السنه دي. سنه 2021 برده الاي دي بتاعي نور برده كده عندهم، ان انا وصلت للبرو لايبون اللي هو افضل بحث انترناشونال. كنا 5 على مستوى العالم، 2 بريطانيين، 2 المانيين، او 2 بريطانيين مش فاكره، لا 2 بريطانيين وواحد الماني وواحده مصريه ومش فاكره الثالث الخامس مين. ودي كنا 5 السنه اللي فاتت على مستوى العالم برضو، ان احنا وصلنا للفايناليست. فدي برضو الاي دي بتاعي نور عندهم. فبناء عليه السنه دي بداوا ان هم يتواصلوا بقى مع استاذي اللي هو انا. بمناسبه عايزه اقول لحضرتك احنا مش منفعش ان احنا نقدم في دي، يعني انت مش ابلكيشن، دي ترشيح. ان العلماء بيبداوا ان هو الممبر بتوعهم اللي هو تحت 40 مين دوره القاده السنه دي. فكنت شرفت ان انا مش عايزه اقول لك ان مصريه، لا ده شرق الاوسط والوطن العربي ما فيش حد غيري. فده شرف كتير جدا جدا جدا. يعني شابوه لاستاذنا يعني.